كان زمانكم صيفتوا السنه دي في الحمام. ايه كريه طنط، فيا طنط حياتك عامله خير؟ فينا طنط انعام بتقلبيه شر وتزلي فينا ليه؟ ايه الشرف ان احنا نزل فيكم؟ ده الخير كله ان احنا نزل فيكم. ايه رايك بقى في الكاش مايو ده؟ يكنن يكنن يكنن، ده اللي انتوا فالحين فيه. كاش مايو؟ مفيش كاش ماني. ماما ماما لقيت الجردل والجاروف بتوعي. رانيا ما تنسيش يا حبيبتي تاخدي الجردل والجاروف والمقشة، عشان انا مش ناوية احط ايدي في اي حاجة في المصيف. سناء يا حبيبتي، المصيف ده يعتبر الاجازة السنوية ليا من اعمال المنزل. اعمال المنزل؟ لما تكوني قاعدة في بيتك في ملكك. ادي ده الجربوعات اللي بتكلموا دول. لا انتوا بتقولوا اي كومبلانش في الحياة يا حبيبتي، اما لو كنتوا شفتوا القصر بتاع بابا وماما اللي كنا بنصيف فيه كان جوه البحر. كان كان فعل ماضي، اما تسيبه في حاله تي تي تي. والماضي احنا مالنا وماله. انتوا انتوا بلديوم جربوعات. بس بقى على فكرة انا معايا مفتاح شاليه واحدة صاحبتي في الساحل الشمالي، بس مش عارفة هو مكانه فين. وان شاء الله احنا حننام في المفتاح ولا حننام في الشاليه يا ماما. انا نازل بقى يا جماعة. رانيا ما تنسيش تبقي تحطيلي النظارة بتاعة المية دي، عشان تعرفة يعني الواحد بيحب يتفرج على الاحياء البحرية تحت المية. هتتفرج على الاحياء الشعبية ان شاء الله. وانت فاكر نفسك هتصيف في الكاريبي؟ انا على طول بحب اتفرج على الاحياء البحرية ما بغطس يعني. فاكرة اخر مرة صيفنا فيها؟ ايوه حبيبي كنت في الاعدادية. بصرف النظر، مش لما غطست طلعت لكم معايا حلة محشي؟ على كده يا ميه حضرتك ما طبختيش يا طن. اسمعوا انا عايزه اقول لكم حاجه، عشان الهوانم اللي زي انا مش ممكن ابدا انها تطبخ. انا هقعد اخد بنسولاي في الشمس تحت الشمسياتوس. بصي بعيدا عن الشمسياتوس والحاجات اللي انت بتقوليها دي، انا عايز اكون واضح معاكم من الاول. انا طالع الرحله دي معايا 500 جنيه. ال 500 جنيه دول هم اللي هيكفونا الاسبوع كله ويفضل منهم عشان مواصلات واحنا راجعين. ايه ده يا عادل، دي مش رحلة مصيف، دي رحلة تقشف. والله انا قلت لكم من الاول عشان تعملوا حسابكم. يلا سلام عليكم. ايه 500 جنيه؟ انا يا رمزي يا رمزي مالك يالا؟ الحقنة دولة، انا خلاص بموت بموت يا دولة، كل حتة في جسمي بتوجعني. ايه اللي حصل؟ اجيب لك دكتور. ايه اللي بيوجعك بالظبط؟ هنا يا دولة بيوجعني. ده القلب يالا. ودي يا دولة. ده ايه اللي زي ده؟ وهنا يا دولة بيوجعني. ده المخ. لا ده مش اشكال. ممكن يا دولة انا بموت. يعني الحتة دي بتوجعك؟ لا دي مش بتوجعك. لا ولا دي؟ لا يا دولة. طب دي؟ لا خالص. ورين صباعك اهو دول. ده صباعك هو اللي بيوجعك يا هبل. يا دولة صح. وانا ده بتاع الصبح ده اللي باب البازار زنق عليه. باب البازار؟ وانا اقول الباب مزرق ليه؟ لا يا دولة بقى. لا خضتني يا اخي. وانا اتخضيت؟ ده انا قلت انا مت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. ازيك يا معلم تيتي؟ قلب عليك الدنيا يا عم عشان اديك فلوسك. معقوله كنت فين؟ اصل صحيت براحتي بعد الصحاني هما لون. دي اخر ليا في الروقان. يا سلام يا معلم تيتي عليك وعلى روقانك ولياليك. خلاص بح، مفيش روقان بعد كده. الجماعه جايين من المصيف النهارده. جايين من المصيف؟ اصل انا بعتبر المصيف ده فتره النقاهه للراجل مننا. صفر الحريم وعيش لوحدك في الهدوء والروقان، ولا غلط يا ابن اللذين؟ دي فكره هايله قوي. يعني بتقعد تعمل ايه يعني وانت لوحدك؟ بتعيش براحتك لدماغك لذات نفسك، واللي ما بتعرفش تعمله حد موجود بتعرف تعمله ومحدش موجود، ولا غلط؟ الله الله على حكمة اليوم. لا دي طبق اليوم. ربما بقى سافرت معاهم، خد عندك مرمطة، شيل وحط وخد وهات ودق الشماسي وانفخ العوامة. إلا انفخ العوامة دي، يعني بجد أكتر حاجة بتبقى صعبة جدا في المصيف. مرة جابولي اللي هي فردة الكاوتش بتاعت العربيات الكبيرة، العربيات النقل دي، عدت انفخ فيها يا معلم لغاية ما اتنفخت. طب هاوي بقى وطلع الفلوس. اتفضل يا سيدي، ادي الفلوس بتاعتك اهي. أي خدمة معلم تيتي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا سلام، اللي ما تعرفش تعمله حد موجود تعرف تعمله ومحدش موجود.
دولا ما يعني دولا ما قلتليش اعمل ايه في صباعي اللي طلع هو اللي بيوجعني ده. اللي انت كنتش عارف ان هو اللي بيوجعك. اه دولا بص يالا، عارف عادل ادهم؟ اه الله يرحمه بحبه قوي. فاكر يالا لما كان بيقولك ايه، انا صباعي لو وجعني اقطعه ما عالجوش. اه يا دولا فاكر، مش انت بتحبه قوي؟ قوي يا دولا. مش تعمل زي ولا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. الست تذاكر هم بتوع الديزل، انا مش هقدر اطلع معاكم، جايب لكم سته بس. لو ما معكش يا حبيبي حق التذكره انا في حالك. لا يا ماما ربنا يخليكي، بس انا عندي شغل مهم جدا. يا سلام، عندك شغل مهم جدا يا عادل؟ ما انت طول السنه بتشتغل، ما حبكتش يعني واحنا مسافرين. رانيا يا حبيبتي دي صفقه العمر. خلاص يا عادل، ما دام التسقيف بتاعك ده مش هيأثر على المصيفات بتاعتنا يبقى ربنا يفوقك. ربنا يفوقك ايه، على اساس ان مستور؟ ربنا يوفقك، ربنا يخليكي يا حمادي. طب وال500 جنيه زي ما هم؟ زي ما هم يا حياتي. ونقعد 10 أيام مش أسبوع. يا سلام، دي بقى كل أمنياتي. ويوم الحد تجنى يوم أجازتك. طبعا يا ماماتي. وينفع ألبس نظارة البحر بتاعتك؟ طبعا يا أعز بناتي. أبي عادل، وأنا كمان عاوزة. بس بقى كفاية طلباتي. يلا يا جماعة، يلا يا جماعة، الميكروباص مستنيك يوديكوا المحطة. توحشيني يا راني. بابا أنا لابسة المايوه تحت الهدوم عشان أول ما أروح البحر على طول. برافو عليكي، برافو يا ياسمينة. يلا باي باي. 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 باي مين الغتيت اللي جاي دلوقتي ده؟ ايوه 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 دولا حبيبي. ايه دولا بقى يا عم؟ يا اخيرا بقينا لوحدينا يا دولا. بقينا لوحدينا على اساس ان انت معايا ولا ايه؟ ما طلعش على الشغل ده يا رمسي. ايه دولا بقى، ما هو هنا شغل بردك يا عم، انت مش قاعد لوحدك يعني؟ عايز اللي يطبخ لك واللي يكنس لك وكده اهو يا دولا. الاول عايز حد يكنس لي ولا يمسح لي ولا اي حاجه؟ يلا ياض اطلع على البازار ياض. ايه اللي جابك يا؟ لا انت خاطر، اسيبك معايا هنا والحركات دي؟ لا ليه دولا بس، ايه اللي هيحصل يا عم؟ يعني انا معقوله هفتن عليك مثلا ولا حاجه؟ اه طبعا انت طول عمرك بتفتن عليا. فاكر اي حاجه بتحصل في البازار مش كنت بتروح تقولها لرانيا على طول؟ ايوه دولا، ما هي رانيا اللي كانت بتسالني. لا مش مضمون، انت ندل اصلا، انت النداله جواك يا ابني، جوه دمك. فاكر البت اللي قعدت تتحايل عليها سنه بحالها عشان تخرج معاك؟ يوم ما خرجت معاك رحت قلت لابوها؟ ايوه دولا، مع ابوها سالني دولا برضه. اه ما ممكن اي حد يسالك. يلا اطلع على البازار، اطلع على البازار. دولا طب معلش جربني يا عم انا المره دي، وانا يا عم ليك عليا يعني، انا لا اسمع لا ارى. لا اسمع لا ارى لا افهم. حاضر. لا افهم دي انا ضامنها، اهم حاجه لا تسمع لا ترى. لا اسمع لا ارى خالص. ماشي. قشطه يا دولا عليك يا ابن عمي، يا حنين انت يا حنين. هاي بوجتك معاك يا لا، ده انت مستعد يا ايه دولا؟ قلت ايه؟ مش سامع. اه اللي هي لا اسمع يعني. طب فين لا ارى؟ اهي دولا كده لا ارى كده لا تسمع. ياه اخيرا اخيرا سريري، ياه بيت لوحدي انا والسرير، أنا وأنت يا سريري دون عزول من الأمس. أهمس إليك وتهمس إلي حتى نملأ الدنيا بضجيج الهمس. يا نهار أبيض، ده أنا هيطلع مني كمية أشعار، يا خبر أبيض، وأنام براحتي ومحدش معايا. أنا وأنت يا سريري من الأمس. ياه الواحد نام 3 ساعات كأنه نام 6 ساعات. أنا حاسس إن كان في حد بيقاسمني النومة دي. أبدأ بقى مع الفراغ، شوفهم وصلوا اسكندرية ولا لسه.
يا مزمزل انا ما سالتش الساعه كام، انا عايز اعرف اسمي برضه. هتقعد تقول الساعه كام؟ بص بقى من الاخر انا معجب بيك. وحضرتك مرتبطه؟ طيب يا ستي ما ترغيش، هتقعدي الساعه كام؟ ولا بيكلم مين يا دولا؟ لا لا لا، ده هي دولا اللي اتصلت بيا وقالت لي انا معجبه بيك وبتعاكسني. هي اللي اتصلت بيك بتستهبل؟ يالا الساعه اتصلت بيك انت بتستهبل؟ ولا التليفون ده مكتوب باسمي يالا، يعني هتقبض عليا انا؟ يا عم مكتوب باسمك ايه، هو ابنك انت بتشوح. عارف يالا يا رمزي، لو استعملت السماعه دي حطيتها على ودنك هقطع لك ودنك دي. ماشي بقى دولا. دولا انت مش عايز تتغدى؟ انت مش مفروض المسؤول هنا على الغدا وانت اللي قاعد هنا غصب عني عشان تغديني وتنظف وتعمل؟ بص بقى رمزي حضر لك ايه. بص يا دولا انا طلعت لك بقى من التلاجة فراخ على كبده على لحمه على شويه سمك كده وجمبري وجبنه وبيض وفاصوليا وباميه وجبنه رومي. اهم حاجه طلعت معاهم الفول؟ لا جدع يا عشان نوفر. صح يا صح. جاي تخرب بيتي انا، جاي تخرب بيتي. ولا ارجع البازار، انا مش عايز حد يساعدني هنا في البيت. يا دولا لا، ما انا مد التماثيل اجازه يا دولا. ارجع البازار اقول لك، بدل ما رفيدك خالص ارجع. روح افتح الباب، افتح الباب. خد 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 تعالى. ايه بتبرطم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتبرطم بتقول ايه؟ ما تقدر ترجع. بحث صباح الفل يا معلم. صباح الجمال يا حته، اتفضلوا معلمين. اتفضل ادي يا فتله. اول ما قلت لنا بقى ان البيت فاضي قلنا بس نيجي نكمل السهره عندك. شرفوا معلمين. اهم حاجه جدوا الافلام. اكيد يا معلم، جبنا فيلم ثلاث شورتيات فور. الله. طب والفيلم بتاع الفيل صديقي ده جبته؟ ايوه يا معلم كله موجود، صلاه النبي. بس المفاجاه ايه بقى؟ ايه ايه بقى؟ ايه فيلم رعب ديل القطه. الله الله، ده بتاع مين ده؟ ده حته بتاع المخرج اللي هو اسمه سيفن نسبرجر. يا سلام على السهره، يا سلام على السهره. ده احنا ايه فضل ده يا حيوان. نعم نسبرجر جه. اتفضل يا معلم. ايه اللي جاب العيال دي هنا؟ معلش يا دولا، بص انا عزمتهم بقى واظن ان ده من حقي. حقك جكسر حقوقك. حقك ايه يالا؟ انت ليك حاجه في البيت ده يا ابني كده دولا؟ كده خدهم وطلعهم بره بدل ما طردهم انا. يلا دولا دولا، انا عايز بس اعرفهم الفرق ما بين مستواهم الاجتماعي ومستوايا الاجتماعي. يا دولا انت مستواك الاجتماعي ما تصنفش اصلا، خدهم وطلعهم. طب دولا بص، يعني هنتفرج على فيلم الفيل صديقي وهنمشي على طول. الفيل صديقي؟ في حاجه اسمها الفيل صديقي؟ ده انت الحمار صديقك الغبي صديقك. خدهم وطلعهم بره يالا. يلا هنتفرج ونمشي يا دولا، عقبال ما تريح انت شويه في الاوضه. ماشي انا هخش الاوضه دلوقتي اريح، هيتفرجوا شويه لمده 10 دقايق وتاخدهم وتمشيهم بدل ما اطلع اتركم انتوا الثلاثه. ماشي يا دولا. في صديقي فين صباعك؟ اهو يا دولا. ده هو ده اللي بيوجعك؟ يا دولا. اي 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 اعمل ايدك كده يلا. اي اي استغفر الله العظيم، خلصت منهم طلع لي زفت كتير. رمزي يا سريري يا سريري. دولا دولا ايه مش تخبط قبل ما تخش يالا؟ يا عم ما تدوقش بقى يا عم، احنا شباب زي بعض. دولا بقى يا دولا بقى وتخبط نفسك. يخرب بيتقل حسابك يا رمزي تقل. عايز ايه؟ دولا انا عايزك تطلع دلوقتي بقى تشغل لنا الفيديو ده، علشان انا مش عارف اشغله علشان ما تزعجكش يا عم. ويا عم حسابك تقل. ووفي يالا بتنفخ. طب انفخ مرة تانية كده وانا اكتم لك نفسك اموتك. خلاص يا دولا معلش بقى. اموتك؟ ما انت ممكن تتنفس من مناخيرك يالا. امسح امسح. تعال تعمل لي شقلة بساط. والله ما انا سايب. اللي اقول عليه يمشي يا فاهم؟ اللي اقول عليه يمشي. ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتستهبلوا بتجروا ورا بعض كده وفي الصلاة؟ مش تستنوا لما اجي العب معاكم يا جزمه انت هو. استنى بقى يا رامز. استاذ عادل احكم بينا، الولد التخين ده عايز يتفرج على فيلم الجزيره. الجزيره بتاعت احمد سقا. وقال هو قال ايه؟ عايز يتفرج لي على حين على ما تفرج. دول انا عايز اتفرج على حين على ما تفرج في الجزيره الاثنين مع بعض. بص هو شويه تتفرجوا عليهم وتتكلوا على الله. اتفرج على ربع ساعه من ده وربع ساعه من ده وامشوا على طول. ماشي يا دولا. طب بقول لك عندك اسرار البنات؟ تموت انت يا رمز في الحريم. ها انا هتفرج على الجزيره. لا اسرار البنات عين على ما تفرج. بس ده انا حاوش جايين قاعدين عندي في الماشي. انا هتصرف انا. مش هي دي الشرايط؟ ها دول.
انا هدب ايدي في الشنطه، الشريط اللي يطلع اتفرجوا منه على شويه واتكلوا على الله. ماشي ماشي يا دول. طب دوله انت مش هتقعد تتفرج معانا؟ اتفرج معاكوا ايه يا ابني، انا عندي اشعاري وده يعتبر شغل بالنسبه لي، عايزه تركيز يعني. ماشي يا دول. مصارع حريمي اتفرجنا عليه هنا بسرعه. طب واشعارك يا دول؟ تولع الاشعار يلا بسرعه. ماشي يا دول. تخرج كده شويه، ده بيتي اصلا يعني. دول يا حبيبي، ما تجيب يا عم انت الهدوم بتاعتك اللي خلي الواد فتح يغسلها لي يا عم انت. وبعدين اغسل هدومي مع هدومكم عشان تتطين زي ما هدومكم طينه كده؟ ايه يا ابني انت، انتوا ما عندكوش بيوت ياض انت هو ولا لا؟ ما عندناش يا ريس. يا دول انت الخير والبركه يا عم. خلاص يا عم ايه، خلاص لا في خير ولا في بركه، ومش عايزكم يا اخي في بيتي يا اخي. يا اخي امشوا بقى يا اخي. دولا ما تطلع انت المصيف بعد كده وتسيبنا احنا هنا بقى براحتنا. ده عشان تخربوا بيتي زياده ما انتوا خربتوه. ما تفتح يا عم، ما تفتح، بتبص على ايه؟ ما تفتح. افتح يا عم. حاضر حاضر. ايوه ايوه بكيا، احنا بتوع البكيا. لا مش شاكر يا حاج، شكرا، مش عندنا اي حاجه تتباع، شكرا. وبعدين فين المعلم فتله؟ ايوه يا معلم، امرني يا بابا. فين البضاعة يا عم اللي انت وعدت انك تبيعها لي؟ بعدين يا حاج، بعدين. بعدين؟ وبعدين الاباجوره اللي انت بايعها لي ديك وقبض فلوسها ما بتنور. وريني الاباجوره دي. انا دافع فلوسها يا فندم. استنى، الاباجوره دي بتاعتي. ايه ده؟ انتوا بتبيعوا الحاجه اللي في البيت يا حراميه؟ يا عم بيت ايه يا عم؟ هو دي حاجات تافهه دول؟ ده انا بفكر اغير الانترين. الانترين كمان؟ يا عم. اطلع بره يلا، اطلع بره يلا، اطلع بره يلا، اطلع بره. غسيل بتاعك بره يا حراميه، يلا بره يا حراميه، بره، اطلع بره. دولا بص بقى، انا كده كنت همشي يا دولا، بس مستنيك انت اللي تطردني عشان يبقى عملت اللي عليا. انت مش عملت اللي عليك؟ تعالى لي بقى اعمل انا اللي عليا. ايه ده؟ بتسرق بيتي؟ بتسرق بيتي يا حرام، اطلع بره. ماشي بره، اشوفك هنا ولا في البازار. ماشي دول بره. ايه هتنفخ؟ يا ترى انت فين يا رانيا؟ يا رانيا وحشتينا يا رانيا. الله الله الله، ده البيت خرب. الو، ايوه ماما. يا ماما انتوا اتاخرتوا او انتوا مش جايين ولا ايه يا ماما؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي ما بقتش شقه، دي حطام وبقايا واطلال شقه. كده يا عادل؟ كده تبهدل الشقه بالشكل ده يا عادل؟ معلش يا ماما انا اسف والله، حقكم عليا. احنا غلطانين، سيبناك في الشقه لوحدك. خلاص ما تسيبونيش تاني، والنبي ما تسيبونيش تاني. ده حتى انا مش لاقي القطر بتاعي، عمال ادور عليه مش لاقيه، وكل عرايس اللي عندي ايديها مخلعه. هيبقى اكيد الواد فاتلك كلب هو اللي كلب. ايه الوسخاتوس اللي انت عايش فيها دي؟ وايه الريحه الزبالاتوس اللي انا شمها دي؟ عايزه اقول لك حاجه، انا اعرف كويس قوي الريحه دي. ها رمزي، دي ريحه رمزي. رمزي كان هنا في الشقه يا عادل صح؟ الله يخيبك يا رمزي، مشي وساب ريحته. ده اكيد كان في حد هنا، ده حتى واضح جدا. وايه اخبار الصفقه اللي هتغير حياتك يا عادل؟ صراحه يعني يا اخوانا مفيش اي صفقه ولا حاجه. انا كنت متخيل نفسي ان انا لما اقعد لوحدي كده وبعيد عنكم هبقى مبسوط، بس انا بجد ما اتبسطتش. واحنا كمان ما انبسطناش، عشان بصراحه كان في حاجه كبيره قوي ناقصانا. فعلا، وانا كمان نسيت اجيب الام بي 3 بتاعي. وانا كمان ما انبسطتش يا بابا، ده حتى البنات كلها كان باباهم بينزلهم الميه الا انا. معلش يا حبيبتي، ان شاء الله الصيف الجاي هاجي معاكوا وهنزلك الميه لغايه اما تشرقي. ايوه النبي يا عادل، ده احنا ملناش حس من غيرك. ده
انتوا ملكوش حس، ده انتوا ما شاء الله حسكم بيجيب اخر الدنيا. والله يا عادل ما كان لينا سيره الا في الكلام عنك. اكيد في النميمه طبعا. ليه بتقول كده؟ والله كنت وحشنا يا عادل. انت اوحش. سامع يا ماما؟ عاجبك طريقتي دي؟ اقول له وحشني يقول لي انت اوحش؟ جايزر ايه؟ راجل بيهرج معاكي. انت مالك انت؟ قصدك ايه يا رانيا؟ في انا مش قصدي حاجه، انت عايزك بضحك ولا ايه؟ يبقى تخلصي خالص لما اكون بتكلم مع اخويا. لا اخلصي انت خالص، انت ما تتكلميش معايا يا حبيبتي. لا ده هو الله اكبر الله اكبر. يا سلام، والله وحشتوني. احط لي التمثال بتاع اخناتون ده مكان التمثال بتاع ام نحطه على طول، ده قبل ده. حاضر يا دول عناي. حاضر. حاضر ايه؟ مش تعرف الاول انا بقول لك حط ده مكان ده ليه؟ صحيح يا دول. الا صحيح يا دول، انت عايزنا احط ليه تمثال ام تحلب قبل تمثال الملك اخنافون؟ ام تحلب؟ طب عديت لك ام تحلب، التاني اسمه اخنافون. ده ايه، كان فرعون عنده لحميه ولا ايه؟ يا انت بتسالش، انت تنفذ اللي انا بقول لك عليه وخلاص. حاضر يا دول. مش انت اللي قلت لي اسال يا دول دلوقتي؟ اسال من غير ما تبين لي ان انت بتسال، اسال من غير سؤال، انت فاهم؟ لا هو غباوتك دي. يعني بص يلا يهبل يهبل، دي اسره ودي اسره، انا برتبهم حسب الاسر يعني. ترتيب عائلي يعني. بتتكلم ليه وعائلي؟ هتعمل لي فيها يعني فيلسوف؟ هو ترتيب اسري، الاسره مثلا ال 12 قبل الاسره ال 13 قبل ال 14، نفذ وانت ساكت. حاضر يا دولا. بقول لك يا دولا، احنا بقالنا اسبوع دلوقتي عمالين نرتب الاسر دي والتماثيل دي يا دولا، وما في ما فيش زبون. انا عارف ما فيش ولا زبون بيدخل، بس ان شاء الله هيجي لنا زبون. لما يخش زبون يلاقي كل حاجه مترتبه، واي نعم كل يوم زي التاني، بس هنعمل ايه؟ لا يا دولا، هو مش كل يوم زي التاني بقى. اذا كنت يعني تتكلم بصراحه، احنا امبارح كان التلات والنهارده الخميس اهو، يعني في تغير. امبارح التلات والنهارده الخميس، والاربع فين يا هبل يا هبل؟ دولا يمكن يكون الاسبوع ده جه ناقص يوم على فكره. يا دولا الاسبوع ده رمضان، رمضان هو اللي بس فيه 29 فيه 30 كده اهو، لكن الاسبوع هيجي ناقص وزائد. اهبل، انت عارف يالا مين اللي اخترع الاسبوع ده؟ مين يا دولا؟ اقول لك انا اللي اخترع الاسبوع ده، يالا رمزي الفراعنة. لا يا راجل. يا راجل ازاي يا دول؟ احكي لك احكي لك. استنى دول، اوعى تحكي يا دول، استنى. يلا بسرعة دول، اقفل باب البازار يا دول. يا ابني مقفول زي مفتوح، سيبك. انا بس عايز افيدك بخبرتي يالا يا رمزي، حاجة استفيد منها يعني، المعلومات اللي عندي مش عارف اوديها فين. الله يا مدرسة الله. قول يا دول. اقول بص يا سيدي، كان زمان بقى ايام الفراعنه الاسبوع ده كان خمس ايام بس. خمس ايام يا دولا؟ واللي اخترع الاسبوع ده كان راجل بيقسط للفراعنه بقى. بيقسط ايه دول؟ بيقسط لهم بقى ايه اللي هي ادوات منزليه ومستلزمات معابد وكده يعني، فهو بقى اللي قال لهم الاسبوع خمس ايام يا اخوانا. دولا طب والاسبوع ده وان خمس ايام ازاي يعني يا دولا؟ يعني اول يوم في الاسبوع اللي هو الحد اللي هو واحد يعني. تاني يوم اللي هو الاثنين. ايوه يا دولا صح. تالت يوم اللي هو الثلاث. رابع يوم الاربع. خامس يوم الخميس. شفت؟ الله ده سهل قوي يا دول. طب والجمعه يا دولا؟ لا الجمعه بقى كان اجازه، بيتجمعوا كلهم بقى الفراعنه مع بعضهم، يقعدوا يلعبوا بلاي ستيشن بقى واتاري وكده. الله يا دول. طب والسبت يا دولا بقى؟ السبت اي لمطتك دي اللي هتخليني ما احكي لكش حاجه. قوم يلا قوم يلا، شوف شغلك يالا. ايه دول بقى؟ شوف شغلك. شوف شو ايه، هنقعد نهزر وافرض زبون جه لا قدر الله. شوف بقول لك ايه يا كابتن؟ كابتن ايه يا استاذ؟ هو حته فين امال؟ مش عارف والله يا استاذ، انا لما جيت ما لقيتوش. ما لقيتوش؟ طيب هات لي واحد شايله صح. حاضر يا استاذ. بقول لك ايه يا كابتن؟ هو انت اسمك ايه؟ نصر. نصر؟ حكيم انا وانا صغير سربت حلبيس ثلاثه على لساني فسموني نصر. سموك نصر؟ طب هات لي واحد شاي نصر. حاضر يا استاذ. بقول لك ايه؟ لازم يكون الشاي سخن يعني. لسه على لسانك يا استاذ. يا عم انت مالك، هو لسانك ولا لساني؟ لسانك يا استاذ. طب خلاص. ماشي ماشي. ولا نص ولا نص ولا نص. ايوه يا استاذ. مين ده اللي نص؟ ده حته يا استاذ. ده حته؟ حته. وايه اللي عمل فيه كده؟ ازاي اتغير يعني؟ سبحان العاطي الوهاب بعد السبسب والقباب. السبسب؟ انت شكلك بتحقد عليه. يعني يا استاذ بحسده. بتحسده بس يعني؟ طب يلا اتكل على الله هات لي الشاي. ماشي. حته؟ انا حته انا حته. ايه يا استاذ عادل في ايه؟ انا حته انا حته. ايه يا استاذ عادل في ايه مالك؟ ايه يا حته؟ ايه اللي انت بتنرفز عليا ولا ايه؟ يعني فعلا
سبحان العاطي الوهاب من بعد الثبثب والأبقاب. انت ما شاء الله ايه اللي عمل فيك كده يعني؟ لا انت كمان هتقعد يا استاذ عادل؟ لا بعد اذنك انا مش فاضي وعندي شغل لو سمحت. عندك شغل ايه؟ ده انت اساسا فاتح اللابتوب واكيد بتلعب جيمز ولا حاجه. لا يا استاذ عادل انا بشوف البورصه بتاعتي وصلت لحد فين دلوقتي. البورصه؟ طب وانت مالك ومال البورصه دي؟ لا خلاص ما انا بقيت في الموضوع ده من زمان بقى. انت عارف الصدفه يعني بتلعب دورها. واحد صاحبي كلمني على موضوع البورصه ده فدفعت 5000 جنيه فجاه بقوا 30000 جنيه. 30000 جنيه؟ 30000 جنيه من 5000 جنيه بتقدر يعني ايه ده ما شاء الله يعني ولا ايه؟ انت تحسدني ولا ايه يا استاذ عادل؟ لا مش بحسد بس يعني 5000 يطلعوا 30000 مره واحده كده يعني؟ الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بقى. وانت عارف طبعا ان انا طول عمري مغامر. غامرت بال 30000 جنيه ودخلت بيهم البورصه تاني ووصلوا 50000 جنيه. 50000 جنيه يعني ال 5000 طلعوا 50000 جنيه. وطبعا بقى سبت القهوه ورحت اشتغلت في البورصه بقى. قهوه ايه؟ مش انت كنت شغال هنا في القهوه ولا انا متهيألي ولا ايه؟ لا خالص. عمرك ما اشتغلت في القهوه؟ خالص اكيد حد شبهي. واسمه حته برضه يعني سبحان الله. طيب بقول لك ايه بالنسبه لشغله البورصه دي يعني ينفع انا اشتغل في البورصه واسيب حكايه البازار دي لاني زهقت من البازار والبازارجيه والكار ده مش بتاعي صراحه. انا كنت داخل فيه تدبيسه يعني. تعرف حد يشغلني في البورصه؟ والله استاذ عادل اصل الموضوع ده محتاج ترتيب يعني. انت محتاج حد يظبط لك الليله من اولها لاخرها بقى يقول لك تعمل ايه وتتصرف ازاي او تقعد مع حد مثلا يكون خبير بورصه. خبير بورصه؟ هي دي شغلانه اللي هي بتاعت خبير البورصه دي؟ لا ده في خبير بورصه وفي خبيره بورصه كمان. خبير البورصه يعني هي نفسها اللي تقول لي بقى تشتري ايه وما تشتريش ايه وتبيع امتى وتشتري امتى يعني. بيبقى لها كوميشن على فكره بتاخد منك نسبه. كوميشن اللي هو نسبه ايه؟ لا يبقى انت مش اكيد حته القهوجي حته استحاله يقول كوميشن يعني. طب والخبيره دي يعني مين اسمها ايه؟ اسمها سهام الاسهمي. سهام الاسهمي؟ هي عشان تبقى بتشتغل في الاسهم تبقى اسمها الاسهمي دي تبقى خبيره جامده جدا يعني. حضرتك يا استاذ يعني ممكن تديني نمرتها يعني؟ استاذ عادل حضرتك بتتكلم بجد ولا زي عادتك بتتريق؟ لا ما بتريقش ابدا. وانت تعرفني منين؟ ما انت مش حته القهواجي يبقى انت ما تعرفنيش. الكلام كده مش عاجبني. سهام واسهمي وبتاع. حضرتك عاوز تليفونها ولا عاوز طلبات كتير؟ لا لا عايز تليفونها تدهوني؟ انا يا حاضر. صباح الخير. صباح الفل والياسمين والورد والكوكتيل. من فضلك عاوز الاستاذ عادل سعيد. عادل سعيد؟ مين عادل سعيد ده؟ هو في حد قال لك ان هو شغال هنا؟ مين عادل سعيد؟ ايه يهبل يهبل مش عارف ان انا عادل سعيد يلا. لا يا دولا ما هي ما قالتليش دولا يا دولا. وبعدين انت غيرت اسمك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا فندم انا الانسه سهام الاسهمي خبيره في تداول الاوراق الماليه والبورصه. اهلا وسهلا ده انا في انتظارك اتفضلي. اهلا وسهلا. والله خبيره خبيره يعني يا دولا. روح هات حاجه ساقعه اجل اتكل على الله. حاضر يا دولا. دولا اجيب الحاجه الساقعه دي ساقعه ولا سخنه؟ روح للراجل قول له حاجه ساقعه هو هيفهم. فريره فريره يا خبيره. سيبهم اطلع بره اطلع بره بره. الواد ده مجنني حضرتك يعني متخلف يعني. عارفة مرة عمل ما فيش وقت يا أستاذ عادل. ندخل في الموضوع على طول. ماشي ندخل في الموضوع. حضرتك يعني أنا كنت عايز يعني أحط فلوسي في البورصة وأكسب 50000 جنيه زي الواد حتة. مين؟ يعني عشان أكسب فلوس في البورصة يعني أعمل إيه؟ بسيطة قوي. الفكرة كلها في شراء مجموعة أسهم مالية بتمن معين ولما بتغلى تبيع. أبيع وأكسب زي الواد حتة. مين حتة؟ لا حضرتك اتفضلي كملي. وبتشتري الاسهم دي من شركه ناجحه جدا وبعدين بتجيب لك عائد مادي كويس قوي. ماشي حلو حضرتك خلاص. وبما ان انت اسمك سهام الاسهمي فانت هتنقلنا كام سهم كده حلوين على ذوقك يعني اهم حاجه يكسبونا. وتفضلي حضرتك ادي الفلوس اهي. كام دول حضرتك؟ دول 5000 جنيه بس. دول مش كفايه يا استاذ عادل. علشان تكسب في البورصه لازم تغامر بفلوس كتير. يا ريت تزود لنا المبلغ ده شويه. ماشي حضرتك احاول ازودهم. اخد دول بقى ازودهم واجيبهم تاني. لا 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 خليهم. هشغلهم لك في كام سهم كده من بتوع شركه المنسوجات الحراريه. منسوجات الحراريه؟ بس مش ملاحظه يعني ان الدنيا هتبقى حر شويه على الفلوس وخصوصا ديمتينات يعني. طب خلاص اشغلهم لك في شركه الكابلات الهوائيه. الكابلات الهوائيه لا فلوس والهواء وبتاع. لا لا والنبي شوفي لي اي حاجه ارضي. انا عرفت طلبك. هشغلهم لك في شركه الاتصالات السريه. ايوه السريه. انا اهم حاجه عندي الكتمان. يا رانيا يا حبيبتي البورصه فرصه وطالعه مش نازله. دي فرصتك يا رانيا اوعي تضيعيها من ايدك. نو واي يا عادل. انا سبق وقلت لك ان انا ما بحبش موضوع البورصه ده يا عادل لان انا قريت في بورصه
النفوس. النفوس ايه؟ هو احنا هنتاجر في العبيد؟ بورصة النفوس ايه اللي انت قريتيها؟ يا عادل ده كتاب اسمه البورصة والنفوس، بيقول فيه النفوس البشرية بتتغير تغير كامل وبتصبح نفوس نفسوية من نفسنا. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ اكيد الراجل اللي ألف الكتاب ده راجل منافس اساسا، مش عايز اي حد يكسب غيره. يا سناء يا سناء يا حبيبتي، الفلوس بتاعت الدروس الخصوصية اللي انت بتديها دي هتوديها فين؟ عادل بقول لك ايه، اطلع من دماغي، مالكش دعوة بفلوس الدروس الخصوصية بتاعتي. كفاية قوي ان الفلوس دي اساسا منظورة. انت اصلك مش عارفة انا هاخد لك اسهم في انهي شركة بالظبط؟ بقول لك ايه، انا مش عايزة اشترك في البورصة دي يا اخي. اعرفي بس الاسهم اللي انا هاخدها فين، وانت والله هترتاح لو عرفت. فين فين؟ شركة الاتصالات السرية. شركة الأسهم في شركة اتصالات سرية. قال أنا مش عايزة اشتري في البورصة دي يا أخي، مش عايزة. وبعدين الأسهم في إيدك تصدي، يعني لو بتكسب تفشل بعون الله. أنا اشتري. قال يا ماما دي مضمونة ومكسبها مضمون، ده مكسبها عالي جدا، بس ما تقلقيش يا عادل. ما حد يا عادل، أنا ما بحبش الأسرار في حياتي، أنا حياتي أوبن مفتوحة. سيحي شركة الاتصالات السرية، بلاش تقولي اسمها بصوت عالي. وبعدين دي شركة مش معروفة، ما حدش سمع عنها قبل كده. ما وضع طبيعي، مش سرية، لازم ما حدش يسمع عنها. يا عادل يا ابني، انا مش فاهمه حاجه من الحكايات بتاعتك دي عن البورصه. كل اللي انا اعرفه البوسطه وبس. يا ماما هي البورصه شبه البوسطه بالظبط، يعني بتدخلي فيها فلوس تولد لك فلوس كتير. طب نفترض الفلوس اللي بتولد دي ماتت؟ لا لا ما تقلقيش، الفلوس بتاعتك هوديها لك لدكتور كويس ان شاء الله، يعني وهتولد فلوس كتير. يعني يا ماما دي حاجه انا واثق منها، يعني ان شاء الله. المهم تجيبي فلوسك بس. منين يا حبيبي؟ ما معيش والله. يا سلام، هو كله معهوش يا ماما. طب وانا بقى هعمل ايه في الشركه بتاعت الاتصالات السريه دي؟ ده محدش راضي يعبرها حتى ولو برنه. حماتي انا عارف طبعا ان انت اكتر واحده في البيت ده هتفهميني في موضوع البورصه. نو يا عادل، نو، انا مش هخش في البورصه دي خالص. جامي جامي جامي. طيب جامي ليه؟ عشان انا ما بحبش اخش في تجربات، انا احب اخش في وقائع. ايوه بس على فكره البورصه ده واقع، وبقى واقع ملموس، ولعلمك ممكن تكسبي منه كويس قوي. نو يا عادل، اي كانوت. انت عارف بابا خسر كل الفلوس بتاعته في البورصه لما دخل في 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 شركه اسهم بتاعه تقاوي قطن، وخسر كل الفلوسات بتاعته. طب هو دخل تقاوي قطن ولا خد تقاوي اسهم؟ لان تقاوي الاسهم على ما بتطرح بقى وبتاع بتبقى شغلانه. ياسمين ياسمين، تعالي 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 تعالي. مين حبيب بابا؟ انا. مين؟ روح بابا. تعالي تعالي. ازيك يا ياسمين؟ ياسمين طبعا انا عارف ان انت محوشه فلوس كتير من العيديات اللي انت كنت بتاخديها، يعني كنت بتاخدي عيديه مني ومن ماما ومن خالته ومن عمته ومن تيتا ومن تيتا، فطبعا معاك حصاله مليانه، وانا عارف كل ده ومطنش. في ايه يا بابا؟ خش في الموضوع. حاضر يا ستي هخش في الموضوع. الحصاله بقى اللي انت محوشه فيها الفلوس الكتيره جدا اللي عندك دي، انا عايزها عشان اخد منها الفلوس عشان استثمرهم لك بقى في شركه المصاصات السريه. ايه رايك؟ اتفضل. معقوله 5000 جنيه يكسبوني 30000 جنيه مره واحده؟ المهم تعرف تشتري امتى وتبيع امتى، هي دي بقى لعبة البورصة وشغلتي أنا. وأنا شغلتي أقبض منك الفلوس وأخدها بقى. لا اوعى، لازم تشتري أسهم تانية، ومادام دخلت البورصة يبقى لازم تكمل. طيب ماشي خلاص، اشتري لي بيها بقى أسهم من بتاعت اللي هي الشركة بتاعت الاتصالات السرية دي. للأسف اتعرفت وبقت علنية. طب وأعمل إيه؟ أشتري أسهم إيه طيب؟ أنا شايفة فيك كده إنك شاب طموح، وأنا بصراحة برشحك بقوة انك تكون وكيل شركه الاوراق الماليه بتاعتي. وكيل شركه الاوراق الماليه؟ اشتغل ايه يعني؟ تجيب لي ناس بيثقوا فيك يشتروا اوراق ماليه من عندي. ايوه بس اجيب لك الناس ازاي يعني؟ اولا انا قلت الجماعه اصحاب البازارات صحابي، يعني كلهم رفضوا، حتى اهل بيتي نفضوا لي. ده كان زمان، لكن انت دلوقتي كسبت والوضع اختلف يا دولة. يا دولة. بيبي بيبي خد الفلوس دي اشتري لي بيها اسهم. يا سلام، وفين كتاب بورصه النفوس امال؟ لا 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 خلاص قطعته يا عادل، انا عرفت ان هو بيخسر اصلا يعني. خد. ماشي، دول كام دول؟ 2500. حاضر 2500. رانيا عادل عادل خد ال 5000 جنيه دول شغلهم لي في البوسطه بتاعتك. برضو يا ماما لسه مصره ان هي البوسطه اسمها البورصه يا ماما. البورصه البورصه البوسطه، اه كله بيجيب فلوس، بس البوسطه بتاعتك انت بتجيب فلوس اكتر.
ماشي، ما كنتيش مصدقه من الاول. حاضر يا ماما، عينيا ليكي. 5000 جنيه ماما. عادل يا عادل، من فضلك خد ال 3000 جنيه دول، ومن فضلك من فضلك اشتري لي من السهومات اللي هي بتكسب دي. السهومات اللي بتكسب؟ حاضر يا حماتي. 3000 جنيه حماتي. وانا كمان يا ابي. وانت عايزه ايه يا نجلاء؟ اصلي ما كنتش اعرف ان البورصه بتكسب قوي كده. واديك عرفت انها بتكسب. عايزه بكام؟ 500 جنيه اهم. 500 جنيه نجلاء. حاضر يا بابا. الله. ايه يا بنت انت عايزه ايه؟ خد الفلوس اللي في الحصاله واشتري لي بيها اسهم. اسهم؟ عايزه اسهم ايه؟ اسهم من شركه المصاصات السريه. المصاصات السريه. يسلم على الدكتور. 17 قرش ياسمين. لسه سهام جت دول اهي. يا سلام، مواعيد بورصه صحيح. اوكي ان شاء الله. ازيك يا عادل؟ اهلا وسهلا. بتقول سهم شركه الكراتين والفل الصناعي وصل 5000 جنيه؟ بيع طبعا. يا سلام، الكراتين والفل 5000؟ امال الحديد يبقى كام بقى؟ وشركه البلالين وصل 10000؟ ده الاسبوع اللي فات كان ب 35 بس. البلالين بقى البلالين اخليه بيع. خليه بيع. بقيت هايل يا عادل. بيع طبعا. سلام. اهلا وسهلا. اتفضلي قوم يا زفت، قوم اتفضلي. اهلا وسهلا يا استاذه سهام. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والله يا حضرتك منورانا. وحضرتك دي الفلوس اللي انا جبتها بقى من كل الاسره عندي، يعني امي واختي وكله جبت منهم فلوس. يعني انت بقيت هايل في البورصه يا عادل. امال فين فلوس التجار اصحابك؟ التجار اصحابي على وصول، انت عارفه طبعا، يعني التجار بيحبوا يشوفوا كل حاجه بعينيهم. اوكي، وعمولتك طبعا محفوظه. ربنا يخليك. اهم حاجه بقى احنا المره دي هنحط الفلوس في اسهم انا وشركه. شركه تلج اسوان. تلج اسوان، يا نهار ابيض. دول هي اسوان دي فين؟ دول اسوان دي بعيد جدا. يلا يعني عارف وانت في اتجاه بنها بقى كده بس مش شايفه انه بعيد يعني اسوان دي؟ ايه يا عادل، ما تبصش تحت رجليك، انت لازم تبص لبعيد. ايوه بس دي اسوان مش بعيد عادي، دي بعيد جدا. امال يعني انت عايز تكسب وانت قاعد كده؟ لازم تتحرك شويه. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبركاته. المعلمين وصلوا هم. زي ما فهمتك بالظبط. متقلقيش متقلقيش. اهلا وسهلا. اتفضلوا يا معلمين، اتفضلوا. اهلا وسهلا. ارستو ونورتوا وشرفتوا. معاكوا الاريسه سهام الاسهمي، خبيره في البورصه وصاحبه شركات المكاسب السريعه الخياليه الفظيعه في البورصه. اهلا وسهلا. اسمع على مسمى فعلا خيالي. خيالي ما تتخضيش منه، يعني هو مندفع كده بس هو اساسا اقرع ونزه يعني. واحنا فلوسنا جاهزه. معاك يا معلم عادل. بس ايه؟ لا انا كلامي ثقه. احنا واثقين فيك طبعا، خصوصا بعد لما كسبت في شركه الاتصالات المخفيه. هي السريه بس المخفيه تعدي برضو يعني. واحنا هنحط فلوسنا في اسهم انهي شركه يا معلم عادل؟ ان شاء الله هتحطوا فلوسكم في اسهم شركه تلج اسوان. تلج وفي اسوان كمان؟ ايوه تلج في اسوان. اتصرف، العموله هتضيع منك. اتصرف، الحموله هتضيع منك. عملت في مراخيرها كده. يا جماعه، بالنسبه لتلج بالنسبه لتلج اسوان، يعني يا اخوانا التلج ده اهم حاجه في الصيف، وبعدين الصيف السنه دي هاجم هجمه شنيعه فظيعه قويه جدا. مين فيكو ما بيشربش في الصيف عصير قصب؟ محدش. مين فيكو ما بيقعدش على القهوه ويطلب كوبايه شاي ومعاها كوبايه ميه مشبره؟ محدش. شفتوا؟ عشان كده اهم استثمار يا اخوانا نستثمره في الاسهم بتاعه التلج بتاع اسوان. وانا واثقين يا معلم عادل. انا عن نفسي هحط كل فلوسي في الاسهم. وانا كمان. وانا اديني فرصه يومين ثلاثه اذا ربما ابيع بضاعتي اللي في البازار وازود بفلوسها سهومي في البورصه، ولا غلط؟ لا صح، وانت عمرك تقول حاجه غلط خالص يا معلم تيتي، يعني كلكم هتاخدوا اسهم ان شاء الله. Thank you.
ايه بتعجن ماشي ورايا عمال بتخبط فيه ايه؟ قول لي النهارده ايه؟ النهارده تاني يوم يبقى الاثنين وتالت يوم يبقى الاربع وخمس. انا بقول لك على حسب الاسبوع الفرعوني النهارده. انا عارف النهارده ايه. خلاص خلاص، بس المشكله لغايه دلوقتي سهام الاسهمي ما اتصلتش ولا جت. الا صحيح دولا في سؤال محيرني كده وانا اقوله لك؟ اسال واخلص. هي الانسه سهام دي متجوزه ولا مطلقه؟ هو ده السؤال اللي انت موترني؟ انا بقول لك انا مش طايق نفسي، انا متوتر جدا عشان موضوع البورصه اللي انا فيه ده. ماشي دولا هي البورصه دي مرات البورص يعني؟ انت اللي اساسا شبه البورص اللي دينه مقطوع. ابعد عني السعادي، ابعد عني السعادي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا معلمتين؟ اتفضلوا معلمين، اتفضلوا. اهلا وسهلا، منورين. اهلا وسهلا. هو ده بقى معدنا. بشرني بقى، كسبنا كام؟ كسبنا اكيد يعني، بس كام لسه هنشوف يعني ان شاء الله. بس هي بورصه معروفه بتكسب يعني. الو السلام عليكم. مين؟ الانسه سهام. الانسه سهام. والله العظيم الف مبروك. يا الحمد لله رب العالمين، مع الف سلامه وش السعد مع السلامه. ايه قالت لك ايه؟ لا يا دول، انا عايز الحلاوه الاول علشان الخبر الحلو ده. اخلص. قالت لك ايه؟ وانا اجيب لك يا سيدي اربع خمس علب حلاوه. قول. قالت لي يا دولا ان التلج ساح والاسهم كلها خسرت. التلج ساح، التلج ساح، التلج ساح. عادل، هو انا كنت عايزه اطلب منك طلب بس محرجه شويه. وايه اللي يحرك في الطلب بتاعك؟ ايه عايزه تعلمي الرقص ولا ايه؟ لا لا لا، الرقص ملوش علاقه اصلا بالدراسه. ده الرقص اساسا عند الانثى كده بفطرتها. بفطرتها ايه؟ بوسطها بقى عند الانثى. لكن فطرتها انتوا كل حاجه تلزقوها للفطره. ايه الفطره استحمل ايه ولا ايه؟ عموما انا طلبي بعيد عن المواهب بعد التام. انا طلبي تجميلي خاص بمساله الجمال. الجمال؟ لا 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 لا، انا برفض تماما موضوع عمليات التجميل. مالها ودانك كده يا ماما؟ ما زي الفل. يا ما ناس ودانهم طويله جدا كده اهو، وعايشين وبيبقوا ماسكين مراكز. يعني ايه يا عادل؟ هو انا وداني وحشه يا عادل؟ لا حبيبتي، ودانك قمر. انا بهزر طبعا. انت كل حاجه تهزر كده. بصراحه بقى انا مضطره اطلب الطلب بكل جراءه. انا بقى بصراحه يعني عايزه علبه مكياج. علبه مكياج ليه؟ طب ما تجيبي مكياج فرد. يعني بقى مكياج فرد؟ الكلام ده لما كنا في ثانوي، لما كنا بقى بننزل نزوغ من المدرسه بقى ونجيب مكياج وصباع روج والحاجات دي ونلف على اربع خمس بنات مع بعض. كنتوا بتخمسوا في صباع الروج؟ عادل انا بتكلم بجد، خليك جد شويه. يا رانيا حس انت بيا بقى. وبعدين مكياج ايه اللي انت عايزاه؟ يا ماما انت اجمل وقت بحب اتفرج عليكي فيه وانت نايمه ومدياني ظهرك. خلاص بلاش علبه مكياج، خليها علبه سمنه. انت عايزه اي علبه وخلاص؟ علبه ايه يا ماما؟ بصي لازم تفكري بشكل جماعي، الطلبات الجماعيه مش الطلبات الفرديه. ايوه بس انا لما اتجوزتك لوحدك ما عملتش فيك جمعيه. ايوه ما انت قبضتيها الاول وبعد كده هما اللي جم. اعمل ايه يعني؟ خلاص بقى يدفعوا هما بقى. يا رانيا هيدفعوا منين يا رانيا؟ ما انت ماما وعلى يدك عارفه ما فيش اي فلوس ليها بتجيلها من المعاش، زائد ان سناء كمان بتاخد 300 ملطوش، ال 300 ملطوش دول يا دوبك بيكفوها خناقات في المواصلات وبيكفوها مصاريفها يعني. يا سلام، طب ما انا ممكن اقول لك على مامي كده برضه واعفيها من المصاريف. تعفيها من المصاريف ليه؟ من الطلبه الاوائل؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت رايحه فين؟ انا عندي المحاضره الاولى والشله كلها مستنياني، ما ينفعش اتاخر عليهم. يا سلام، ليه بقى؟ ان شاء الله. هو انت مش كنتي موعداني النهارده ان انت هتساعديني في شغل البيت؟ بصي حبيبه قلبي، انا ممكن المره الجايه اوعدك ان انا ممكن اجل المحاضرات بتاعتي واخليها بالليل ده، بس عشان خاطر عيونك انت يا قمر. باي. والله هما اليومين دول هما الطلبه اللي بيحددوا مواعيد المحاضرات ولا ايه؟ الله العظيم، فين ايام زمان؟ ايام الالتزام والتزويغ والنط من على السور. هزولت. ترويق وكلهم مش موجودين، بشتغل عندكم. توفير سناء سعيد 40,000 جنيه مصري فقط لا غير، ومستهونين بالرقم ده. ده بطل. 6 سنين يا سناء، 6
6 سنين بتخدعينا وبتضربينا على قفانا وبتحوشي من ورانا 40,000 جنيه وانا مش عارفه اضرب علبه مكياج من عادل. ماشي يا سناء، ماشي ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طلباتها يا ماما اللي انت طلبتيها، وجبت لي كمان يا ستي الزبادي اهو عشان البشره بالفراوله عشان يخلي وشك محمر. ميرسي يا حبيبي، تعيش وتجيبني. ودي يا سناء، ادي قلمين جاف. قلمين جاف ايه يا عادل؟ وانا هفتح مقلمه فين ال 200 جنيه بتوعي؟ عادل عايزك في موضوع. خير؟ قولي. ما ينفعش، مش عايزه حد يسمعنا. طب ما انت كده لفتت نظرهم وهيقعدوا يتصنطوا علينا. هنتصنط على ايه؟ ما انت مفضوحه، مفيش على لسانها غير امك لاختك. نهائيا اطلاقا. ولا تزعلي نفسك، العكس صحيح، اختك لامك. هنقعد نقول في فوازير ليه؟ انا هقوم دلوقتي اشوفها هي عايزه ايه وابقى ارجع اقول لك، او انتوا ابقوا تصنطوا بقى عادي. اتفضلي. امك واختك. ايه ده؟ ده موضوع تاني خالص، مالهم بقى؟ اللي توقعته لقيته. اتفضل. ايه ده؟ دفتر توفير؟ 40,000 جنيه ده بتاع مين ده؟ مصريا لا غير، بتاع الاخت سناء. سناء؟ اه سناء. طب وجابت 40,000 جنيه منين؟ ده اكيد، بصي الدفتر ده اكيد مزور، اوعي تطلعيه لحد اللي يقبضوا عليه، او اقول لك بلغي عنها عشان يقبضوا عليها ما دام مزور. كلامها هو اللي مزور، حياتها معانا هي اللي مزوره على طول، بتدعي الفقر وعامله نفسها ما عندهاش فلوس. وشوف شوف 40,000 جنيه ده معناه ايه؟ معناه طبعا ان هي مش من الطبقه بتاعتنا وعايشه معانا. لا يا حبيبي، ده معناه انها ما بتصرفش مليم احمر، عايشه سفلقه على قفانا الهانم. انت عارف اختك بتاخد كام؟ بتاخد في الشهر 500 جنيه بالحوافز، 500 في 12 في 6 سنين، ده معناه 36,000 جنيه. طيب وال 4,000 بتوع ال 40 دول ايه؟ جابتهم منين؟ فوايد يا حبيبي، فوايد. ده معناه ان اختك نايمه وعايشه واكله ولابسه ببلاش. ايوه، واكله وشاربه ونايمه سفلقه، ده حتى قله ادبها ببلاش. ماشي يا سناء، انا بقى هتصرف. سناء. عايز ايه يا عادل؟ لا مفيش، يعني انا عايز اقول لك صباح الفل والجمال والقشطه والكريم شانتيه. صباح الفل يا عادل، خلص قول عايز ايه وبلاش محلسه. محلسه ليه؟ بتسمي يعني ان العلاقه بين اخ واخته يبقى محلسه؟ يعني عموما القفه مودنين بيشيلوها ايه؟ واحد. بيشيلها واحد ازاي؟ ايد من هنا وايد من هنا، ومش عنده ايدين اتنين ولا هو اكتع؟ اخلص يا عادل وقول عايز ايه. لا مفيش، انا بس كنت معدي فقلت اعدي اسلم عليك يعني كاخت وكده، فجيت اقول لك ازيك وسلم. وانت مش خلاص سلمت يا عادل؟ واقف ليه؟ عايز ايه؟ لا مفيش، هتكل انا بقى. طيب موبايلات بقى، ها رنات عشان ما يبقاش. ها قلت لها؟ هو انا الصراحه يعني لمحت لها واكيد الرساله وصلت. يعني رساله ايه يا عادل؟ في ايه يا حبيبي؟ هو انت فاكر نفسك حمامه زجله؟ بصي تشبيهاتك مستفزه يا رانيا، وبعدين انا هقول لها ايه؟ هي اختي برضو، مش معقوله اروح اقول لها حاسبيني على اكلك وشربك عندي يعني. عادل بكل قوه وحسم وعزم وامان، روح قول لها. الا اذا كنت خايف منها. خايف منها ايه؟ انا خايف عليها يا ماما لا تتصدم مثلا في الاخ، عمود البيت، الراجل، فمثلا تغير وجهه نظرها عن الرجاله تكرههم مثلا. يا سلام، قال يعني هي بقى ما بتكرههمش. بس لعلمك بقى انا في دماغي فكره فظيعه فظيعه وهبتدي بتنفيذها. اوكي. ماما في موضوع لو قلت لك عليه دلوقتي حالا ممكن تروحي تجيبي سناء من شعرها وتقطعيها. يا خبر اسود، لا كنا ما ترجع لجوزها. لا يا ماما، ايه اللي يزعل في موضوع انها ترجع لجوزها ده؟ بص عليك يا عادل، عايز ترمي اختك؟ لا مش مساله ترميها، بس انت فاهمه غلط. عارفه سناء محوشه من ورانا 40,000 جنيه. والنبي برافو عليها، مش زيك مراتك مقشطاك اول باول. يا ماما انت فرحانه ومبسوطه يا ماما؟ ايه ده، انت عايز البنت تصرف عليك؟
لا انا ما بقولش تصرف عليا، بس على الاقل تساعد يعني يا ماما. اختك وحدانيه اللي ليها عيل ولا تيل، يبقى عندها حاجه تتعكز عليها. طب ما تتعكز براحتها، انت شفتيني يعني شديت العكاز منها. بقول لك ايه، روح اتصرف معاها وكلمها انت في الموضوع وما تحشرنيش فيه. يا رانيا يا رانيا، المواضيع دي ما تتاخدش قفش، انا لمحت الماما بس يعني، بس لقيت ان الموضوع ده بايخ ما ينفعش اتكلم فيه. يا سلام، يعني هي ينفع يعني تحوش وتجرش؟ لا 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 ما ينفعش. بس انا فكرت في حاجه بقى، زي ما هي عملت كده احنا كمان برضو هنعمل كده. ازاي؟ هتشوفي دلوقتي. احنا محتاجين ايه الشهر ده من طلبات؟ قلبت مكياج. بقول لك الشهر ده تقولي لي مكياج. الو ايوه يا حاج سيد، سوبر ماركت السعاده. مساء الخير يا فندم. مساء النور. منزل استاذ عادل؟ طب هو كان طلب الحاجات ديت وادي الفاتوره. الراجل شكله جه مش كده؟ شكله كده اداها الحاجة بقى. يلا يلا يلا. بصي نامي وشخري. ليه؟ هو انا في العادي بشخر؟ لا يا ست انا اللي بشخر. اصل عمري ما سمعت صوت شخيري. ما انت تبقي نايمة. اديكي شخرتي شخري. عادل عادل عادل. رانيا 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 يا عادل. ايه ايه في ايه في ايه في ايه؟ مين حصل له ايه؟ حاجه بسيطه خالص، في فاتوره بره لازم تدفع يا عادل. طب ما ياما فواتير، مصر مليانه فواتير دلوقتي حالا. يا عادل يا عادل ما تصحى بقى يا عادل، الفاتوره لازم تدفع. يا رانيا راجعي نفسك، مش عايزه تقومي؟ اني اغرق نوما. اغرق نوما؟ احذف لك العوامه. براحتكو براحتكو براحتكو. تفتكر دخلت عليها؟ اكيد دخلت عليها، ال 40,000 اللي هي محوشاهم برضو تصرف منهم. ايه يا ماندو قولي لي، هي اسماء لسه سخنه؟ ايه انا مش قلت لك ادعك لها ظهرها بالليمون وكلفتيها في البطانيه الجديده اللي جايبينها بالقسط؟ ايه ما عندكش ليمون؟ يا سلام عليكي، ما تستلفي من ام عبير يا اختي. لا الف سلامه على بنت حضرتك الاستاذه اسماء، الف سلامه. يلا مع السلامه دلوقتي، مع السلامه. اه والله يا اخويا، اصل سريرها تحت الشباك على طول، فالظهر بقى خدت لطشه برد من طيار الهواء البحري. ايوه بس برضو يعني الليمون ده ما بيجيبش نتيجه، اديها مثلا يوستافندي او اديها مجموعه انفلونزا. مجموعه انفلونزا؟ لا مؤاخذه مدام، ده ليا. ايوه يا سيده، السباك ركب الكوع. ايه لسه بينقط؟ بقول لك ايه، ركب له جلده بدل ما يغير الكوع، خلي بالك. بقول لك ايه يا سيده، ما توقفيش مع السباك لوحديكم، سامع ولا لا؟ ايوه كده، مع السلامه. طب ما تخلي ماندو يقف مع عمه يعني مع السباك. لا اصل بلا قافيه، ده البيت التاني وجماعتنا اللي هناك ما بتخلفش. ده حاجه عجيبه يعني، حضرتك كنت بتجوز واحده من اللي هي بتخلف وبعدين اتجوزت عليها واحده من اللي ما بتخلفش؟ انت عكس كل الناس يا انت مين؟ انا اللي جايب الطلبات. جايب الطلبات؟ طب وحضرتك قاعد ليه يعني؟ مش خدت فلوس وخلاص؟ حضرتك انا ما خدتش حسابي اساسا. خدش حسابك ازاي؟ ما حدش حاسبك؟ طلبت وقالوا لي ان حضرتك نايم وطبعك شديد قوي، فانا ما رضيتش بصراحه اجرع خلوتك يعني وافتح عليكم باب الاوضه. ضغطي يا عادل. بس بس ده انا هيجي لي سكر ودواء. اصبري اصبري. طيب وحسابك كام حضرتك؟ 120 جنيه. 120 جنيه بس انا مش هحاسب بقى على النسو اللي انت عمال بتاكله واللب. ايه ده؟ ايه ده؟ 5 كيلو لب واكل 5 كيلو لب، انا مش هحاسب على الكلام ده. دي مثلثيه واحده بس اللي كلتها. ماشي 120 جنيه انا اجيبهم لك دلوقتي حالا، وبعد كده حتى لو احنا طلبنا منك حاجه ما تسمعش كلامنا. ها ماشي يا باشا. بقول للسياده ايه لو سمحت يعني، لو حصل يعني ام اسماء اتصلت بيا ولا حاجه يعني طمنها عليا وقول لها ان انا موجود في المحل وتكلمني هناك على التليفون. ها حاضر حضرتك. بقول لك ايه، مش عايزك ترغي معاها خالص، ده فيها خراب بيوت. هي ما تعرفش انت متجوز واحده تانية عليها؟ لا طبعا. هتعرف. رانيا
واضح ان اسلوب الصبر على سناء ده ما ينفعش. احنا نبتدي نسحب منها بقى ربع جنيه ونص جنيه 175 قرش في الاخر نكونه مبلغ. حرب استنزاف يعني. بالظبط. هاي ده محبش منها الهبشة الكبيرة. عادل، ياسمين بنتك عايزة 2 جنيه عشان تشتري جلاد يا عادل. عايزة تشتري جلاد ليه؟ تجلد عمتها سناء؟ ايه الزرافة دي؟ يا لطيفة اللطفاء، ايه بهزر عادي يعني. الفلوس بقى يا عادل بسرعة. 2 جنيه انا معيش 2 جنيه، انت معاكي 2 جنيه يا رانيا؟ لا انا معيش عادل فكة خالص. ايه ده، احنا قاعدين في ميكروباص هنا ولا ايه؟ معاكي فكة؟ معاك فكة؟ ميت على كام؟ ومش عايز تفكها، ورقة بكام قول؟ ورقة معايا يعني ب200 جنيه، مش معقولة يعني انزل دلوقتي حالا عشان افكها؟ ايه ما يصحش كده يا سناء. ايوه كده يا ماما، قولي لها ما يصحش طبعا، دي بنت اخوك يعني، انت عمتها يعني، عادي يا سناء. عيب كده يا سناء، خدي من اخوك ال200 جنيه وفكها. وانا ما عنديش مانع انها تفكها، بس ايه يعني هتجيب فكه منين 200 جنيه يعني؟ لا معايا فكه، ما تقلقش خالص، يا ريت تيجي على قد الفكه. ده ما في اكتر من الفكه. ثانيه واحده، بكام دي؟ 200، ادي 100، وادي الثانيه فكه. انت بتقبضي من الكانتين ولا ايه يا سناء؟ هو اكل وبحلقه ولا ايه؟ خد يا استاذ الفكه اللي انت عايزها، هات الورق ممتين سلم واستلم. اوعى. شفت اختك معاها 200 جنيه بحالهم، وانا ما احتكمش على 3 جنيه وربع. 3 جنيه وربع؟ انت بتحوشي من ورايا يا رانيا؟ انت قلتي لي امبارح عايزه 35 قرش عشان مش عايزه تفك الجنيه. ماشي ماشي سناء، الفلوس دي ناقصه 3 جنيه. ايه يعني 3 جنيه في جزمتك؟ في جزمتي ايه؟ هي جزمتي دي على الصاله. كانك جبت بيهم شوكولاته لياسمين. شوكولاته؟ طيب بقى يا رانيا ابقي خلي ياسمين تغسل سنانها عشان الشوكولاته بتسوس السنان. يا عادل احنا كده بنستنزف. اتفرجي اتفرجي بس اصبري. الو ايوه يا حاج فولي. ايه عايز بضاعه؟ ايه؟ الو 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 يا حاج فولي. يا خبر ابيض، التليفون خلص المكالمه. بقولك هات الموبايل بتاعك. لا انا لقد اوشك رصيدكم على النفاذ. طب اعمل ايه؟ سناء حولي لي من موبايلك لموبايلي 5 جنيه عشان عندي تليفون مهم جدا، لان الحاج فولي فيه بضاعه بيني وبينه ولازم اكلمه بسرعه. يا ابني انا خط وانت كارت، حول لك ازاي يعني؟ طيب هاتي موبايلك بقى اتكلم منه خلاص. سناء ادهوله عشان يهبط. هاتي هاتي. طب خد بس ما تطولش. خد. لا عيب، الا الحاجات دي انا امين جدا يعني. رد بقى يا حاج فولي، اكيد مش عارف النمره فمش راضي يرد. يا حاج فولي رد، يا حاج فولي رد، يا حاج فولي رد، يا حاج فولي رد. خلاص خلاص الحاج فولي ما ردش، انتهينا. هو ايه؟ طب هات اكلم واحد اسمه جابر صاحبي، كان معايا في ثالثه تاني في اعدادي. يا ابني هو مصاريفه ونتشه وخلاص، عالم سناكيح. صحيح احنا بنتشتم يا عادل. احنا بنتشتم وبنتبهدل. رانيا تعالي ورايا. لا حل غير المواجهه، احنا لازم نواجهها يا عادل. دي الناس اللي ما عندهاش دم دي بتبجح فيا. وانا تقول عليها سنكوح؟ نسيت الهانم انها ياما استعملت الموبايل بتاعي وقعدت تدي منه رنات ونعمت الزراير لدرجه ان غيرت الوش كذا مره. وش ايه اللي غيرته يا ابو وشين انت؟ وش ايه؟ بقى مرض ما روحت تغيره عند هلهيل وفون اللي بتشتغل فيه البت سور صاحبتي، وانا اللي روحت حاسبت لك وجبت لك الموبايل اللي حد عندك. بس فين الوش القديم بتاعي؟ وش قديم؟ انت مش لاقي حاجه تقولها ولا ايه؟ سناء احنا في موضوع كنا عايزين نتكلم فيه معاكي، بس مش عارفين نتكلم، بس هنتكلم. انا عارفه انتوا عايزين تقولوا ايه، انا فاهمه كويس قوي. انتوا عايزيني ادفع فلوس عشان حاسين ان انا قاعده في البيت ده عالي عليكم. لا يا سناء ما نقصدش كده طبعا يعني. انا لو قلت يا حساب يا حساب هربيكوا. سناء حساب ايه وبتاع ايه؟ انا اوزنك يا ماما كمبيالات ووصولات امانه. تحب تعرف انا بعمل ايه وهعمل ايه وعملت ايه عشان البيت ده يعيش؟ بالنسبه لي انا طبعا عايز اعرف. ما سالتيش نفسك يا هانم فاتوره التليفون بتاع البيت اللي بقى لها 9 شهور ما اتدفعتش لحد دلوقتي، ازاي التليفون شغال وبتتصلي منه وتردي عادي يعني؟ عادي
عادي، المصلحة بتاعت التليفونات قلبها حنين وعارفة ان احنا من دافع الضرائب، لما بيحصل لنا زنقة بيسيبونا يعني. ما المصلحة اصلها خالتك. انا اللي رحت بنفسي، رحت دفعت لكم فاتورة 9 شهور عشان تقعدوا تتكلموا في التليفون عادي جدا كده. ايه ده؟ وهم يعني ازاي هم ما يقولولناش حاجة زي كده؟ يعني كان لازم يقولولنا يعني. انا كنت عرفت ما كنتش هسكت. كنت هتعملي ايه يعني؟ كنت هتديهم لي؟ لا، كنت هقولك ميرسي. انا لو عايزة اسمع ميرسي على حاجات كتير كتير كنت قلتها وطلبتها منك، بس انا بعمل الحاجات دي من تلقاء نفسي عشان انا بحب اعملها. سناء، يعني ما عادي، يعني وضع طبيعي انك انت تدفعي الفاتوره بتاعت التليفون، لان انت صراحه اكتر واحده بتتكلمي في التليفون. يا سلام، طب ما سالتش نفسك يا عادل ليه الراجل السواق بتاع الباص بتاعت المدرسه بتاعت بنتك بينزلها على باب العماره بدل اول الشارع؟ ما يا بيخرم عشان الشوارع زحمه. نوع من انواع التهرب المروري. ليه يا ذكيه؟ عشان اول كل شهر بغمزه ب50 جنيه في ايده عشان ينزل بنته قدام باب العماره بعد ما كان بيرميها على اول الشارع عشان امان ياسمين يا عادل. طب ما ايه بقى يا سناء؟ ما انت عمتها يا سناء. سناء عمتها اختك المزغوده اللي انا مش بحبها اساسا. ايه يعني عمتها هي كمان؟ مالها نجلاء هي كمان؟ انت فاكره وصلت النت اللي عادل حالف 200 يمين ما يجددش اشتراكها؟ مش ملاحظه ان اختك بقالها شهرين بتشتغل عادي يعني؟ انا اللي دافعاها يا هانم عشان عارفه انها بتذاكر على الكمبيوتر وبتعمل شغل الابحاث بتاعتها على الكمبيوتر. طب ما انا يعني ايه هعرف انا الحاجات دي ازاي بقى؟ والله وانا كمان كنت اعرف يا سناء. خلاص انا اول مره اسمع منك الكلام ده دلوقتي صراحه يعني. عشان انتوا دايما شغلين نفسكم بتدوا ايه، بس يا عادل عمركم ما شغلتوا نفسكم بتاخدوا ايه. ما هو يا سناء يعني صراحه شكرا على اللي انت بتعمليه ده، الواحد ما كانش حاسبها كده خالص يعني. بس ما هو الواحد لما بيتزنق يعني هيلجا لمين يعني؟ انا اختك واشيلك يا عادل، رقبتي ليك. ربنا يخليكي ليا يا سناء، ربنا يخليكي. خلاص بقى ما تزعليش بقى. الله. طيب عايز ال3 جنيه اللي هم بتوعي عشان عايز اجمد الورق ب200 جنيه، هجمدها ازاي يعني؟ حطها في الفريزر. يلا لطيف.